بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سيتاسيون سلام. إذا نستكمل مع الأمثال الفرنسية. أول مثال فد الفقرة عندنا: La réussite survient lorsque tes rêves deviennent plus grands que tes excuses. La réussite, النجاح, survient. طبعا حتى نتكلموا على لو فيرب سورفينير، يفاجئك في الحدوث. كما لو نتكلم عن طرأ، سورفينير يعني أن شيئا يحدث فجأة. إذا لا ريوسيت سوفيان يعني أن النجاح يحدث فجأة. لوغسك تيغيف عندما، لوغسك كما نقول كون، لوغسك عندما، تيغيف عندما أحلامك، لوغسك تيغيف دوفيان بلي غون كو تيز إكسكيوز، عندما أحلامك دوفيان تصبح. عندنا هنا لو فيرب دوفينير يعني أصبح. إذن lorsque tes rêves deviennent plus grands que tes excuses، عندما أحلامك تصبح أكبر، plus grand تصبح أكبر que من tes excuses، من أعذارك. لو فيرب سيكسكوز يعني اعتذر، مثلا جو ميكسكوز يعني أنا أعتذر أو أستسمح. هنا بطبيعة الحال نتكلم على واحد النوع آخر من الأعذار، اللي هو أن الإنسان تلقى الأعذار لواحد المشاكل ما قدرش عليها، مثلا لواحد الاعمال ما تيقومش بها. طبعا تحال تقول له علاش ما قمتيش بهذا الاعمال، فيقول لك مثلا لان ظروف كذا وكذا قد منعتني من كذا وكذا. اذا يعطيك اعذار. اذا عندما تصبح احلامك اكبر من هذه الاعذار، يعني انك تتجنب هذه الاعذار بمعنى اخر، اذا في هذه الحاله النجاح سياتي بغتة. إذن لا ريوسيت سوفيان لورسك تي غيف دوفيان بلي غون كو تي زيكسكيوز. في المثل الثاني لي ليدر نو فورس بيرسون الي سويف اي لي زانفيت ا ان فواياج. لي ليدر يعني الزعماء، لو ليدر يعني الزعيم. طبعا حتى نتكلموا على ليدر، سواء كان رئيس جمعية، رئيس شركة، رئيس بلد، وممكن نتكلم عن زعيم. إذن هنا نتكلم عن زعماء. لا ليدر نو فورس بيرسون الي سويف، يعني أن الزعماء لا يجبرون. طبعا حتى نتكلم على لو فيرب فورس يعني أجبر. نو فورس بيرسون يعني أنهم لا يجبرون شخصا أيا كان الي سويف، لكي يتبعوهم. الي سويف، سويف يعني تابعة أو تابعة. إذن الي سويف، الزعماء الحقيقيين لا يجبرون الأشخاص لكي يتبعوهم في خطاهم ولكي يفعلوا ما يفعلون، بل إيلي زانفيت يعني أنهم يستضيفونهم. طبعا الحال هنا يدعونهم. طبعا الحال أنفيتي كيلكا يعني أنك تدعو شخصا. إيلي زانفيت يعني أنهم يدعونهم أن فواياج، يعني أنهم يدعونهم لرحلة. إذن الزعماء الحقيقيون هم اللي تتكون عندهم واحد الملكة، تتكون عندهم واحد الكاريزما إن صح التعبير، تتكون عندهم واحد المعطيات معينة في الشخصية ديالهم تتخلي الآخرين يتبعونهم. لماذا؟ لأنهم في حقيقة الأمر يجدون متعتهم في اتباع هاد الأشخاص الزعماء. إذن لي ليدر نو فورس بيرسون الي سويف إي لي زانفيت أن فواياج. لي ليدر نو فورس بيرسون الي سويف إي لي زانفيت أن فواياج. في المثل الثالث شاك ديفيكولتي يعني كل صعوبة. طبعا حتى نقولوا بعض المرات على شي حاجة بأنها ديفيسيل، سو ترافاي اي ديفيسيل، هذا العمل صعب. إذا هنا عندنا شاك ديفيكولتي يعني كل صعوبة. رونكونتخي، طبعا الحال لو فيرب رونكونتخي يعني التقى. لو فيرب رونكونتخي يعني التقى. جي رونكونتخي كيلكا يعني أنا التقيت شخصا. هنا عندنا لا ديفيكولتي يعني أنها rencontre يعني أنها ملتقات. لا ديفيكولتي تنوصفها بأنها rencontre يعني أنها ملتقات، يعني أنها تواجه، تتلقى بمعنى آخر. إذا شاك ديفيكولتي rencontre doit être يعني يتوجب أن تكون. طبعا تنعرف بأن être كما لو نقول فعل كان. إذا doit être يجب أن تكون l'occasion، يجب أن تكون l'occasion يعني المناسبة أو الفرصة. تنقولوا مثلا زي لوكازيون يعني أنا عندي فرصة أو أنا عندي
مناسبة. chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion. يجب أن تكون فرصة. يجب أن تكون مناسبة. كل صعوبة تتلقاها الإنسان يجب أن تكون فرصة ومناسبة. فرصة ومناسبة لأي شيء. دان نوفو بروغري. لتطور جديد. طبعا الحال الإنسان تكون عنده واحد العمل درجة عليه لوقت طويل وفي وقت ما تتلقاه واحد صعوبة. إذا هنا عليه أن يطور عمله هذا لكي يتجاوز هذه الصعوبة. وبالتالي سيتجاوز الصعوبات التي تماثلها. إذا شاك ديفيكولتي رونكونتري دوا إتر لوكازيون دان نوفو بروغري. دوا إتر لوكازيون دان نوفو بروغري. كل صعوبة تواجه يجب أن تكون فرصة لتطور جديد. لو بروغري يعني التطور. إذا شاك ديفيكولتي رونكونتري دوا إتر لوكازيون دان نوفو بروغري. لا كلي دو سوكسي مفتاح النجاح. لا كلي دو سوكسي مفتاح النجاح سي دو فوار هو أن ترى لو بوسيبل يعني الممكن. تنقولوا على شي حاجة بأنها بوسيبل يعني أنها ممكنة. دو فوار لو بوسيبل يعني أن ترى الممكنة. لا يعني هناك. لا أو لي زوطخ أو لي زوطخ حيث الآخرون فوا لامبوسيبل حيث الآخرون يرون الغير الممكن. إذا بطبيعة الحال لقيت لتكون عندك الإمكانية باش تشوف واحد المكان بأن هذا الأمر ممكن. لقيت لتكون عندك الإمكانية باش تشوف بأن واحد العمل بأنه ممكن في واحد الأمر ما. فلقيت للآخرين تيشوفوا بأن هذا العمل غير ممكن. فلقيت للآخرون تيشوف هذا المكان بأنه غير ممكن. إذا هنا تكون عندك مفتاح النجاح. إذا لاكلي دو سوكسي سي دو فوا لو بوسيبل. Là où les autres voient l'impossible. C'est de voir le possible là où les autres voient l'impossible. Fil metel al-mouali, la détermination d'aujourd'hui mène au succès de demain. Mène au succès de demain. La détermination, التحديد. طبعت حال تجي من فعل déterminer. طبعت حال عد المعنى ديال التحديد وعد المعنى ديال الحزم. عد المعنى ديال التعيين عد المعنى ديال القرار. إذا طبعا الحال عدة تقريبا واحد المعاني اللي متقاربة. إذا لا ديتيرميناسيون دوجوردوي يعني تعيين اليوم أو تحديد اليوم أو الحزم فهذا اليوم. مان يعني أن تؤدي. طبعا الحال تتكلموا على لو فيرب مني يعني أنك تأخذ إلى. مان أو سوكسي مان أو سوكسي دو دومان يعني أن تأخذ إلى نجاح الغد. إذا كلما الإنسان حدد يومه حدد حاضره أخذ حزما في حاضره طبعا الحال واستعد في حاضره إلا ويؤدي هاد الحزم وهاد التعيين إن شئنا أو هاد القرار إلى نجاح في الغد. إذا لا ديتيرميناسيون دوجوردوي مان أو سيكسي دو دومان. في المثل الموالي كون تو سومبل عندما الكل سومبل يبدو. عندنا لو فير سومبل يعني بدا. إذن كونت سومبل عندما الكل يبدو أتر كونت فو يبدو كائنا ضدك. المقصود عندما يبدو كونت سومبل أتر كونت فو عندما الكل يبدو ضدك. سوفوني فو عندنا لو فيرب سو سوفونير يعني تذكر. إذن عندنا هنا سوفوني فو تذكر أو تذكروا كولافيون بأن الطائرة ديكول. ديكول يعني أنها تقلع. ديكول يعني أقلع. طبعا حتى نقول على الطائرة يعني أنها تقلع يعني أنها تفترق على الأرض. لو فيرب ديكولي هذا الفعل هذا تيجي بحال كثير من الأفعال التي تكون عدوا الفعل وتنزيدوا ليه هاد دي أو أكسون باش يكون عكس ذاك الفعل. مثلا بعد مرة تنتكلموا على لو فيرب كولي. كولي يعني ألصاق. تنتكلموا على لاكول. لاكول يعني اللصاق. إذا تتكلم على لو فيرب كولي يعني ألصق يعني أنك تلصق شيئا. إذا نتكلم على لو فيرب كولي. وبالمناسبة نتكلم على لو فيرب ديكولي. ديكولي يعني أنك تزيل هذا اللصاق يعني أنك تنزع شيئا كان لاصقا على الشيء. إذا نتكلم على لو فيرب ديكولي. طبعا الحال الطائرة عندما تقلع من فوق الأرض يعني كأنها تفترق على الأرض وكأن كانت لاصقة على الأرض فتم
نزع اللصاق بمعنى آخر. إذن هاد فعل ديكولي اللي تعني أقلاع بالنسبة للطائرة، فهو في المعنى الأصلي ديال الفعل هو تعني الطائرة بأنها تفترق عن الأرض وكأنها تفك هاد اللصاق. إذا نتكلم على لو فيرب ديكولي تيجي بحالو بحال أفعال كثيرة كما قلنا. مثلا عندنا لو فيرب أتاشي، أتاشي يعني أنك تربط شيئا، ديتاشي يعني أنك تفك هذا الرباط. إذا هناك أفعال كثيرة بهاد الشكل هذا. إذا كونت تو سومبل إتر كونتر فو، سوفوني فو كو لافيون ديكول فاس أو فون. إذا عندما يبدو كل شيء ضدك، سوفوني فو يعني تذكروا، طبعا المقصود تذكر كو لافيون بأن الطائرة ديكول فاس أو فون، يعني أن الطائرة تقلع ضد الريح. لو فون يعني الريح، فاس أو فون ضد الريح. إنو أفيك لوي وليس معه، المقصود وليس في اتجاهه. طبعا الحال الطائرة لكي تقلع بجناحها طبعا الحال فعليها أن تسرع حتى تواجه ريحا، يا إما أن الريح تجري وتبقى الطائرة فتطير، وإما أن الطائرة تجري فتخلق ظرفية أن الريح تجري تحتها. هذا هو المقصود، يعني أن الطائرة عندما تجري فهي في الحقيقة تجري لكي تواجه الريح، عندما تواجه الرياح فهي تطير. أما إذا كانت الرياح تجري معها فالطائرة لن تطير. إذن المقصود هنا عندما يبدو كل شيء ضدك فعليك أن تفكر بمعنى آخر كيف تستغل هاد الأشياء التي هي ضدك لتجعلك تطير، لتجعلك تنجح بمعنى آخر. إذن الإنسان على أن يفكر في قلب هاد المعادلة بمعنى آخر، بدل الاستسلام لهاد المشاكل فعلى الإنسان أن يفكر في طريقة تسخيرها لكي يطير ولكي ينجح بمعنى آخر. إذن كونت سومبل كونتر فو سوفوني فو كو لافيون ديكول فاسوفون اي نو افيك لوي. عندنا في المثال الموالي لو سول فخان اتا ريوسيت اي لا باريير كو تو تاميز. اذا لو سول فخان يعني الحصار الوحيد، يعني بمعنى اخر كما تنقولوا حنا الفران الوحيد، يعني الحصار الوحيد كما لو نقول الحاجز الوحيد الذي سيحصر اعمالك. اذا لو سول فخان اتا ريوسيت، اذا الحصار الوحيد لنجاحك كما لو نقول الحاجز الوحيد لنجاحك. اي لا باريير، اذا هو الحاجز، طبعا حتى نتكلموا على لا باريير يعني الحاجز. كو تو تيميز، اذا الحصار الوحيد لنجاحاتك الذي سيحصرها اي لا باريير، اذا هو الحاجز. كو تو تيميز الذي تضعه لنفسك، الذي تضعه لنفسك. اذا طبعا الحال حتى شي واحد ما غيمنعك من النجاحات الا ما تضعه انت لنفسك من معوقات ومن حصارات كما لو نقول، او من حواجز كما عندنا هنا. اذا لو سول فخا اطاريسيت الى باريير كو تو تيميز، اذا الحصار الوحيد لنجاحك هو الحاجز الذي تضعه انت لنفسك. طبعا الحال طبعا الحال العباره في نظري تبقى نسبيه لحساب كل مجتمع. لو سول فخان اتا ريسيت اي لا باريير كو تو تيميز. طبعا الحال الانسان اذا مرات يقول لك انا غنكتفي بهذا النجاح ونوقف، او تيقول لك فقط نتجاوز هذه المرحله ونوقف، بينما هناك اخرون يرون لابعد من النجاحات التي تتراءى لهم. وفي المثال الاخير لهذه الفقره commencez maintenant، ابداوا الان. commencez maintenant pas demain، ليس غدا. demain est une excuse de perdre، demain est une excuse de perdre. غدا هي عذر الخاسرين، هي عذر الخاسرين، هي عذر هنا عندنا الفاقدين. طبعا الحال تنتكلموا على لو فيغ perdre، perdre مثلا جي perdu mes clés يعني انا فقدت مفاتيحي. إذا نتكلم على لو فيرب بيردر كما نقول خاسرة أو فقد. إذا دومان إت أون إكسكيوز دو بيردون، إذا غدا هي عذر الفاقدين أو الخاسرين بمعنى آخر. إذا كومونسي مانتونو، ابدأوا الآن، با دومان ليس غدا. إذا كنت تفكر في عمل
إذا كنت تفكر في فكرة، في عمل، في مشروع، طبعا الحال على الإنسان أن يتثبت من هذا العمل. إذا الإنسان عليه أن يبدأ الآن وليس غدا، لأن المماطلة بطبيعة الحال تؤدي إلى الخسران. إذا كومونسي مانتونو، ابدأوا الآن، با دوما، ليس غدا، دوما. إذا عندما تقول دوما سأفعل هذا غدا، سأفعل هذا غدا، وعندما يأتي الغد سأفعل هذا غدا، إذا بطبيعة الحال دوما أتون إكسكوز. إذا دوما أتون إكسكوز، دوما أتون إكسكوز. إذا كلمة دوما هي عذر، دو بيردون لخاسر. عندنا هنا لو بيردون يعني الخاسر، يعني كما نقول خاسرين بمعنى آخر. دوما أتون إكسكوز دو بيردون. كلمة دوما كلمة الغد، المقصود أنني سأفعل هذا غدا، إذا هي كلمة خاسر، إذا هي كلمة من لن يفعل شيئا. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله، وإلى اللقاء القادم بإذن الله.